يا مرحبا الساعة، يا أهلا وسهلا، مرحبا مليون في فورتنايت. اليوم شو بنسوي؟ بنسوي تدريب الأبطال، يقول هيرو ترينينج. البطل ما يعلمونا يعني أكمل مهمات نحن حاليا، لأن أعرف موضوع اللعبة بالضبط ونكسرها عقب يعني ونحللها وما إلى هنالك. أنا الحين ألعب في هذا، شو يبغاني أسوي أصلا؟ أنا بقريد نبرب، يلا أظني هاي المهمة كلها، بس كم من مهمات. حصل سامان، حصل اكس بي بوس، كله كتول. اشوف اسوي ليفل بعد، ما اشوف كيف انرجي بعدين. بلوزر كلينج ان امي وذ ان ابيليتي اور ويبن ريكفر 3 بيس هيلث. اوكي يستوي قوي عقب باك، شيبه مني عقب. اعطاني ويبن موبا، مشكلتي مش في الوبن، مشكلتي الحين في الرصاص. الحين زين بلاي شيبا مني وبن انهانسمنت جو. شيبا انا اسوي ابجريد صح، مثلا هذا ها اسوي له ابجريد. خلينا نشيل الجائزة لان هذا المسدس شكله بيتم فترة ويانا. كوبر اور، كوبر اور اوكي كله كتول. كانسل باك. شو هني؟ باك باك، شو يبغى منه في الباك باك؟ في شي هني؟ ايه كبر اورا الجديد. بلاي اوكي. Give me 3. Save 3 survival successful mission. Mission 3 zone. اوكي. بنصير mission. على طول. ليش؟ نحن اصلا نبغى شو؟ نبغى material اصلا. خلى الناس تي، خلى الناس تي بعد واحد. يو سيدا فول والله. سيدا فول. انا ابغى اسوي رصاص، ما عندي شيء اسوي فيه رصاص. لازم نصير ندور شيء نسوي فيه رصاص. ايوه هاي سيارات. اعطوني شيء نسوي فيه رصاص. ايوه ابا برايك مشكلتك، محتاج انا سامان اسوي رصاص. ما عندي رصاص، سوينا شوية رصاص. يلا احسن ولا شيء يعني، على الاقل السيارات وايد. دام عندي ربع متولين الموضوع، خلنا ندور هاي على اساس شنو نسوي لنا رصاص. بصير عندهم عقب شوي. بفتش بيوت كلها، بسوي رصاص وايد. نبى رصاص يا جماعة. ما عندي رصاص يا جماعة، انتوا بديتوا على طول. بسير الحين. ما عندي رصاص. يلا ينكم ينكم ينكم. انا مكاني خطر ترى، ممكن يهجموا علي في اي لحظة. خلنا تشيك حولي، اسمع صوت. هاي ربع هني بس ضربهم مساكين وانا قاعد يمنع. سامحوني يا ربع والله ما عندي شيء، فيا لسه يمنع. شو حصلت تراب؟
خلنا يصير يساعده مذبح، حصل بعد من اللي ذبح فيه، ذبح فيه بعد حصل سامان ترى. اوكي الحين خلنا نسوي رصاص. يلا يتوصل السرب، وينهم الخنازير؟ يلا خلي يصير يساعد ربعي. خلي اساعدهم من عندهم. اوكي تعال. ساعد الربع هنا عليهم هجوم عود. دقه قام يصير الجيم مش سهل نسوله. في بعد ناس هنا يعني. بعد كل دون مالي 9 ثواني. اوكي جيت ارخص من رصاص بالنحل طلع لي اح شو هذا. محتاج اقوي المطرقة صدق من خاطر. تعال 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 وين ساير؟ سويت مليون رصاص. والله مش وقته قاعد يمنع هذا. يوصل بين جيش كامل. تعال الخرا تعال سوري مش قاصد سبي يعني، لكن تعرفون يرفعون الضغط شوي. وينه هذا جاي؟ تعال 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 وين تبغى تعال. الو وين تبغى؟
يجيك في الوجه الخايس. اقول استريح خايس. تعال تعال تعال، وين تبغى وين تبغى وين تبغى؟ واو، من وين طلع لي هذا؟ يا عمي يلا من تعال. انا بلحق هذاك اسمه الهيلينج بلاتفورم، تعيدونه سكرت عليها عالطاير الوسخ. انا تاخرت وايد بعد ترى في الفايت، صرت اجمع سامان. انا نشوف شوفوا 1000 كومبات، 1000 1000 1000 1000. انا كم؟ 700. انا اتحسب عمري ب 200. لا زين 700 زين، سويت شوية. خلنا نشوف كونتينيو. 1 سكيل بوينت حصلت، فيري نايس. افا كان يبغى ليفل 4. لعبة والله صراحة خطيرة، أحلى من باتل رويال عندي حاليا. You can edit building pieces before replacing. تعال خدام توتوريال. حلو حلو حلو. كولكتور بنسوي شيء واحد. give me 3. أنا ما أخذت ولا سرفايفر تصدقون، دشيت باتل على الفاضي. هاي شو يسوي لي؟ سن ستورم شيلد. نبغى شو هذا؟ هذا يسوي انلوك حق الستورم شيلد. ليش ازيد ستورم شيلد وانا ما عندي؟ بس لازم افتح هذا، مجبور. ما اقدر افتح شيء من غير شيء. ها هذا بعد ما اطور شيء فيها لاني يبغاله وايد. زين بقى نستكشف كل شيء. ما حصلنا من هايل. لحظة هيروز، مش هيروز، سكواتس، فندر سكواتس. باك باك هايل هايل. انا احيد انه هايل. انا حاط جرين هنا صح. تشينج ما طاح لي. انا ابك في شغلات عقب بتفتح بعدها وايد وايد، بتفتح تطور اللعبة بشكل خرافي. ترانسفورم هذا بعد في تري ثاني، هذا قريب. ها شو يسوي؟ اوكي شو هذا كلك سالفته؟ ولا تشيك كل اقوله بتشيك وما تشيك تراني.
بلاي. ندق جيم ثاني؟ لا كانسل. سلكت. خلينا نثير البيس نشوفه. اقول باك. وقت الحلقة خلص صراحة. وديكم جيم ثاني لكن هذا بلانت فيرس زومبيز بس بأسلوب حلو شكله. فأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة. نقول لحين أنسى السو مش ستوري يا أخي. وين كان لوت؟ لوت كان لا مش لوت. سكيلز أرموري أيوة. باك باك. من فترة كانت بي موديفايت وولد ستارتنج أند جولد ميشن. أوكي برايا عيل. نشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله. مشكورين على المتابعة على المغامرة. خلصت المغامرة كل مرة على هذا النهاية إذا دخلتها نطول فما بطول عليكم الحلقة. فحياكم الله. لا تنسون لايك شير سبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.